لا شيء هنا قد يكون صالحا للحياة من بقايا هذا المسكن الذي تأثر كليا بفعل المنخفض المداري الذي ضرب مخيمات الغران والمحتفر والحرج بمنطقة الريان شرق الجوف. أدوات وأغراض منتهية وخيم ممزقة، هذا كل ما كان يمتلكه النازح فواز دخنان، وبات هو وأسرته بالعراء في الصحراء تبعد عن مأرب مئات الكيلومترات، حيث أن المساعدات الطارئة لم تصلهم إلى الآن من المنظمات الإنسانية رغم حجم الضرر الكبير جدا. مخيمات الغران في الريان أمطار شديدة لمدة يومين ورياح شديدة ومزقت الخيام. أسرة دخنان لم تكن سوى واحدة من الأسر النازحة من أبناء الجوفة، فالرياح والأمطار والسيول لم تمر مرور الكرامة هنا، فقد دمرت كل شيء وحولت المخيم إلى ساحة يحطها الدمار من كل مكان. فالأرقام تتحدث عن تضرر أكثر من 800 أسرة نازحة من أبناء الجوفة توزعت على مخيم الغران والمحتفر والحرج، فيما بقايا المخيمات هي الأخرى لم تسلم من موجة الأمطار والسيول والعواصف. نحن اليوم في هذا المخيم أحد مخيمات المحتفر، حيث حصلت هذه الكارثة قبل أمس من جراء المنخفض الجوي، وقد تعرض هؤلاء النازحين لأضرار كبيرة، فقدوا كل ما يملكون من مأوى ومواد إيوائية ومواد غذائية، وكذلك فقدوا أكثر مواشيهم من الأغنام والإبل. ونحن من هذا الموقع وفي هذا ومن بين هؤلاء النازحين ندعو شركاء العمل الإنساني لسرعة التدخل لإغاثة هؤلاء النازحين. نحو 3123 أسرة نازحة من مختلف مديرية المحافظة موزعين على 49 تجمعا في صحراء شرق الجوف يعيشون ظروفا صعبة تفتقر لأبسط أساسيات الحياة من غذاء ومياه. يغيب عنهم دور المنظمات في تقديم المساعدات الإغاثية المأمولة. على امتداد هذه الصحراء الممتدة شرق محافظة الجوف باتت المئات من الأسر النازحة هنا في العراء بلا مأوى وبلا تدخلات إنسانية، وجدوا أنفسهم في نزوح جديد يبدو أكثر تعقيدا. عبد العالم دحلان، اليمن اليوم، من مخيم الغران.